شفته خالي؟ ايه شفته. حلو خالو، حلو على الطبيعة. فريدة خلص بقى خليني افهم شو صار معه، شو قال لك بيعرفها؟ لا شافها ولا بيعرفها، وقال كل شيء بيذيعه بالبرنامج بيصلوا عن طريق البريد، بس اعطاني الظرف فيه صورة وفيه العنوان، واخذ عنواننا ورقم تليفوننا، قال شو ما بيصير معه بيبقى بيتصل فينا. ورجيني. هاي الصورة كنت معه عند المصور لما تصورها. هالقليل الوفا. شوفي. شو هاد؟ ليش هيك ريحة الرسالة؟ كأنه ملفوف فيها نفتالين. بجوز بجيبتي خالو. أنا صار لي زمان ما لبست للطعم، مشان هيك بحط بجيابه أحيانا نفتالين. أنا ورجيني. إيه والله أهليكها. قديش اخترعوا أدوية مشان العد لهلا لسه ما اخترعوا مثل النفتالين. وين عنوانها؟ شو هالخط هاد؟ شلون قدر يقراه على التلفزيون؟ أنا ما دخلني فيه، رسالة إجت هيك. مثل ما قراها. معلوم نقص شي. بس وين العنوان؟ آخر شي خلو العنوان مكتوب بصورة الرسالة. أيوه. إي صح. العنوان بحمص. إيه خلو بحمص. لو كان هون كنت رح تدغري لعندها قبل ما اجي لهون. وحمصيه كمان. خالي بدي روح معك لما بدك تروح تشوفها، بدي اياها تحكي لي كل شيء عنه. لا 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 ما في لزوم خالو، ما في لزوم، بجوز اعصابك ما بتتحمل. انا بكره بروح وبفهم شو القصه. معقوله يطلع من جوزك كل هالشيء؟ والله شغلي ما بتصدق. قيدي لي شو قالوا لك جاراتك؟ قال مسلسل. قال انه مسلسل؟ قصتنا خرج برنامج امور لا تصدق. كيف بدنا نكفي حياتنا بعد كل اللي صار؟ هلا ما عاد حدا يقبل يحكي معنا، وحتى لو حكوا معنا بيكونوا عم بيحكوا معنا شفقة. تصوروا اليوم ما رن موبايلي. انا بدي اكتب كل شيء عم يصير معنا بكتاب مذكراتي، خلي العالم تعرف اني تعذبت بطريق حياتي كتير. ليش لسه حتتابع الطريق؟ الناس حتستناك لتكتبي مذكراتك. بكره بده يكتبوا عنا بصفحه الحوادث ابنة المحتال تحلم بالنجوميه. اسكتي ونامي، نحن تدمرت حياتنا، دمرت خلص. لا ليش نحن شو دخلنا؟ نحن ما لنا ذنب بكل اللي عم بيصير. ما لي مصدق انه بابا يعمل هيك. بابا كان كتير حباب وكتير ظريف، وكان يدللنا كتير وياخذنا مشاوير. صحيح كان يدلل فريدة اكتر مني ومنك، بس كان مثل كل الاباء. لا ما له مثل كل الاباء، لانه تركنا وسافر وخلانا نكذب على العالم عن اسباب غيابه. كم مره قلنا انه هو جاي وما اجا؟ بتعرفي اللي حكوه مزبوط، بابا عم بيحتال حتى علينا. معك حق. معقول كل الرجال يكونوا مثل بابا؟ أنا يمكن ولدت وعندي عقدة، لأنه بيقولوا بكتب علم النفس أنه اللي بيسأل حاله هيك أسئلة لازم يلاقي له شي طبيب نفسي. ماما ليش بابا تجوز عليكي؟ ما بعرف، بس يرجع سألي. يعني بدو يرجع؟ أكيد بدو يرجع، حدا بيضل مسافر على طول. أمتى؟ ما بعرف. لسه بتقلي لي ما بعرف؟ بابا جاب لنا خالي مرت أب، وأنت عم تقلي لي ما بعرف؟ شو لوين؟ لوين؟ نازلة على الجامعة مشان المفاضلة. ديري بالك تندعسي، اجي معك مشان امسك لك ايدي. لا انتي ارتاحي. ابو خبروه لماما اني انا نزلت، لانه كانت نايمة وما حبيت فيقها. اي شو بدك المفاضلة؟ خلص تسكر باب مستقبلك، ما بدك اياها للجامعة. بالله شو تسكر باب مستقبلي؟ لا حبيبتي، بدي انزل وبدي سجل. صحيح انا ليش هيك حظي؟ كل ما بدي اسوي شغلة بتخرب الدنيا. مرحبا يا بنتي. أهلين. صباح الخير. صباح النور. هون بيت وديع. مين وديع؟ وديع إكريكوز. إيه إيه هون بيته، تفضلي. شكرا. أعطيتهم لجارتي وجارتي أعطتهم لجوزك. الله وكيلك، ما معي غير هال50,000 ليرة، تركتهم لساعة الغفلة. قلت إذا مرضت ولا رحت عند الدكتور، الله يخزي الشيطان، لعب بعقلي الطمع، قلت بكثرهم شوي. طيب أنا شو بقدر ساوي يا ست؟ مديحة، اسمي مديحة.
شلون بقدر ساعدك يا ست مديحة؟ انت ما بتقدري تساعديني بشي، بس قال لي مذيع البرنامج انك انت عم بتدوري عليه كمان، وشفتي صورته مثلنا بالتلفزيون. اذا لقيتي او اتصل فيكي قولي له بتترجاك الست مديحة ترجع لها مصاريها. ما بدي مد ايدي لحدا، انا مرة كبيرة. هاي عنواني ورقم تليفون جارتي. ماما في واحد وحده بدنياكي، انا مشان شي ضروري. ما بتعرفيش منريد؟ منريد مصراتنا، مصراتنا اللي اخذهم جوزك على اساس ايش شو بده يشغلنا ياهن ويعطيني كل شهر 10,000 ورقه. نقرني اول على الشهور والثاني وبعدين تنذكر ما تنعاد. ولك حتى الرجال اللي سالناه عليه وهو اللي دلنا عليه بالاساس قال ما بعرف قرعت ابوه منين. دخيلك يا اختي دخيلك، 200,000 ليره ورثه جوزي من اهله، صيغتي وصيغه امي، الله يخليك يعطينا ياهن. شو صيغتك وصيغه امك؟ هلا سلسال اجقم عطتك يا امك صار اسمه صيغه؟ سكتي وليك سكتي، خلينا نتفاهم مع المخلوقه. ايه خيتو؟ وانا شو بقدر ساوي ليرجع جوزي يتفاهم معه؟ ايش ليرجع ما يرجع؟ لا يرجع، انا ما بستنى حدا. خيتو مو انتي مرته؟ رجعي لي ياهن. منين بدي رجع لك ياهن؟ ايش الشغله هيك؟ بس يرجع هو مثل ما اخذ منك بيرجع لك. خيتو انا لا بستنى ولا راي استنى، مو انتي مرته؟ دبري حالك ورجعي لي ياهن. شو دبر حالي ورجع لك؟ انا اخذت منك شيء؟ انا بعرفك. هل بعرفك حالات تكوني بتعرفيني؟ خيتو لا بعرفك ولا بتعرفيني، بس جوزك اخذ مني المصاري واعطاني فيهم وصل حتى شوفي. ها شوفي. إيه بس هذا مو اسم جوزي حبيب محفوظ، انا جوزي مو هيك اسمه. قومي. إيه ما بيهمني الاسم حجه، انا ما بيهمني الاسم، جوزك مغير اسمه، هذا جوزك نصاب، هذا الوصل خيري لك. خذي امسكي قري لشوف. 200,000 ليره؟ دخيلك يا اختي، الله يخليك، عنا اولاد صغار، رجعينا مصرياتنا. والله اولادي بدي طعميهم وما عندي. لك ايش عم ترجيها؟ ايش عم ترجيها انت الثانيه؟ قال عم ترجيها. قال اسمعي خيتو، مصراتك ترجعينا ياهن مثل ما الله خلقك. منين بدي رجع لك ياهن؟ منين بدك ترجعي لي ياهن؟ عندك بيت ما شاء الله، بيعي ورجعي لها الخلق نصب عليها جوزك. ماما راضي معه هداك يتبع نظارة كمان. يا متلنا متايل. سكتي انتي، سكتي وما شغلتك. شوفي خيتو، انا ومرتي ما دخلنا، هلا نحن رايحين ونعطيكي فرصه يومين بتدبري حالك انتي وجوزك مشان ترجعونا مصراتنا، فهمتي لا؟ ماما الناس تحت مثل الكشك عم يتدافشوا، وابو راضي وام راضي عم يحاولوا يبعدوهم عن باب البنايه مشان يسكروا، ما عم يقدروا. ماما في ناس تحت حامله لافتات مكتوب عليها الموت لسارق اموال اليتامى والارامل. ماما مين قصدهم؟ ما بعرف، لحدا يسالني شيء، ما بعرف. كل الناس بتعرف وانت لسه ما بتعرفي. ما في غير الناس عم بتزيد، انفادي واقفه معهم. هي تنت مطيعه عم تضربهم. نفدت فاتت على البنايه. منكبها على الناس اذا هجموا علينا، وعصير البصل لشو؟ ميمي عجزتيني، هلا وقت اشرح لك، هذا بدل القنابل المسيله للدموع. ماما تليفوني عم بيرن، خليني ارد. لا لا
التليفون، خايفة خايفة يكون حدا دا يسبنا ويسكر. أنا نحن قاعدين متربسين الباب خالي وقاعدين خايفين، خايفين الناس تهجم علينا اللي أخذ مصاريهم وديع. خالي جوزك ماما جوزك. إيه خالي شو؟ عم نسخن مي وناصر بصل، ما عم أخبز خالي، عم ننظم دفاعنا اللو شو؟ لوجستي لوجستي خالي. بس تجي بحكي لك. شفتها شافها. ايه خالي ايه خالي هلا بتصل بالشرطة. شوفي ماما شو قال خالو. قال الصورة ما طلعت صورة أبوكي، صورة واحد بيشبهه كأنه هو، واليوم مسكوه بيروت، الشرطة مسكته، الناس دلت عليه، وبكرة بيوصل عالشام. وقال لي خالي اتصل بالشرطة مشان يجوا يضبوا الناس على باب بيتنا. اتصلي يا رب اتصلي. الحمد لله أبوكم طلع مو محتال، مطيعة، جوزي طلع مو متجوز علي، الحمد لله، كنت متأكدة إنه بريء. ماما إمتى حيرجع؟ لا تقلي ما بعرف. إيه ما بعرف. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. وكيف عرفت فاروق بيك انه مو وديع بيك؟ من صوره، ورجتني صوره مع اخواته وصوره مع امه وصوره مع ابوه. طلع ما بيشبه حتى ابوه. المهم قلت لحالي معقول، طيب ابن عمي وجوز بنت اختي ما يكله ولا صوره معي. الحاصله طلعت العيله كلها غير عيله، ولو انه طلعت مرته بتشبهك شوي وشعراتها حتى مثل شعراتك، مثل شبشيل الدرا. خالي هلا صارت مرته بتشبهني؟ انا ما حدا بيشبهني، انا خرطني الخراط وقلب مات. بس ما غريب الاسم على الاسم؟ كمان بالبرنامج قالوا اسمه وديع. مزبوط وديع، بس وديع السهيان. نحن وديعنا اسمه وديع اكريكوز. ابوه كان معجب كتير بوديع الصافي وقام سماه وديع. طلع لما بيحتال بيستخدم أسماء كتيرة، وطلع مزور كتير هويات، بس أكتر اسم بيستخدمه هو اسم، يعني اسم ما بعرف، اسم نسيت. ليكون حبيب خالي. عليك نور حبيب. أنت خبت الشرطة عنه؟ لا مو أنا، الحقيقة ما لحقت أتصل بالشرطة لأني كنت عند الجماعة. أهله ناس أوادم وأكابر وكتير صراف، هو مو طالع إلهن. على كل حال بكل عيلة في بلوعة. المهم خالي وإنت عند الجماعة، كفي شو صار؟ إجت الشرطة لأنه كتير ناصب على ناس من أهالي حمص وحماة، آخذ منهم مصاري على بينا بده يشغلن ياهن وهربان. ولما انعرضت صوره بالتلفزيون العالم شافوه وتعرفوا عليه وركضوا بوشهن على مخافر حمص، وهنيك كمان عمموا على كل مخافر سوريا. بس على علمي يا فاروق بيك انه لقطوه ببيروت. كمان خبروا الشرطة اللبنانية لأنه الظاهر كان جاي على باله انه يعمل عملية احتيال هنيك، لكن حظه هالمرة ما ساعده لأنه الناس تعرفوا عليه بعد ما شافوا صورته بالتلفزيون. يلا يا جماعة خلينا نحتفل، مو بس لأنه خلصت هالقصة على خير، لا بنتي رولا انقبلت.